السلام عليكم. سأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين. تذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين. إخوان عندنا وقف الأم بجمعية البر الخيرية. من فضائل الصدقة يا طوال العمر والسلامة اللي هو شفاء المرضى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. كم من قصص وكم من أمور طرت علينا فيها عجائب وغرائب. الناس اللي دفعت مليارات الريالات والناس اللي دفعت الكثير من المال والكثير من الوقت في جال أنه فقط يشفي مريض له أصابه الله بمرض يعني مزمن أو مرض مستعصي فلا يجد له حل مقابل هذه الأموال وهذه الأوقات اللي استنفذها من حياته. وفي مقابل هذا الشيء كله كم من شخص تصدق بنية مريض وسبحان الله حصل الشفاء الكامل على هذا المريض. فيه قصص كثيرة وعجائب كثيرة شفناها. الناس اللي جاتها أورام سرطانية وراح تكشف عند الدكاترة وتصدقوا بنيتها ولما رجعوا مرة ثانية قالوا هذا شيء عجيب. يعني أنت سويت خلال الفترة هذه في شيء سويته أنت اللي خلاه يخفى هذا الورم. فنهاية القول دائما اللي عنده مريض أو هو مريض بنفسه جرب أنك تشفي مريضك بالصدقة. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ووصية الرسول في الشيء هذا شيء مؤكد وطيب. الآن في حلقة تحفيظ المعذورين فيها اثنين وليد وابراهيم فقط. فهد بعد؟ ايه بنروح المستشفى حني اذا بتعذرونا. لا شباب اذا بتعذرونا بنقعد. انتم معذورين بس ان كيفكم؟ هي بسيطة كل واحد يقرأ نص صفحة. والله اني بين ارجع عبد المجيد ارجع من ترى اعتقد اني بنطول يمكن حتى ما نجي لبعد. خصم يا عمدة خصم اعطي قرآن. يلا واصل اموركم ساعد زين. وين رايح سلطان؟ لا تروح. يمدي يجي.